خليني أسألك سؤال تاني. طب كيف نميز إحنا اليوم؟ أنت اقتبست من سفر التثنية، لكن كيف فينا نميز مثلا شخص بيدعي النبوة؟ فإزاي كيف نعرف الشخص الحقيقي أو النبي الحقيقي من النبي المزيف؟ يعني أعتقد المسيح كان قال لنا كلام كويس، احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم في ثياب الحملان، وبعدين قال لنا حاجة مهمة جدا، من ثمارهم تعرفونهم. فأنا بشوف الثمر، الراجل ده بيقربني إلى الله، بيخليني أعيش حياة التقوى والقداسة والأمانة والاستقامة، ولا أهو بيقول كلام صن جارن ويعني مجرد ضجة بلا محتوى. ده مهم جدا أني أشوف الرجل ده، وبعدين أقيس كلامه هل مطابق لما جاء في كلمة الله، ولا حطلع الله كاذب، وحاشا أن يكون الله كاذب، ليكون الله صادق وكل إنسان كاذب. يبقى بشوف حياته، بشوف كلامه ينسجم مع الإعلان السابق أم لا ينسجم، وشخصيته طبعا مهم جدا، طبعا حياته وتقواه